التقى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمكتب سموه اليوم في قصر الوادي، برئيسة جامعة البحرين سعادة الدكتورة جواهر شاهين المضحكي. نعم، قد حضر اللقاء سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر ومستشار تطوير الرياضة المدرسية بوزارة التربية والتعليم سعادة الدكتور الشيخ صقر بن سلمان الخليفة وعميدة كلية العلوم الصحية والرياضية الدكتورة لينا خنجي. رحب سمو الشيخ خالد بن حمد خلال اللقاء برئيسة جامعة البحرين ومعربا سموه عن اعتزازه الكبير بما توليه جامعة البحرين من اهتمام واسع في دعم الفعاليات والبرامج الرياضية بما يحقق الشراكة والتعاون للنهوض بالقطاع الرياضي بالمملكة. قد بحث سموه مع رئيسة الجامعة سبل تطوير المناهج الأكاديمية الخاصة بكلية التربية الرياضية بما يتماشى مع سياسة الهيئة العامة الرياضية وعلى الشكل الذي يعزز التعاون بين الهيئة والجامعة للارتقاء بالمنظومة الرياضية الوطنية. وجه سمو الشيخ خالد بن حمد رئيسة الجامعة إلى تقديم الدعم الكامل لجميع الكوادر الإدارية والفنية الرياضية العاملين بالجامعة وكذلك اللاعبين واللاعبات من طلبة الجامعة خلال مشاركاتهم مع الفرق والمنتخبات الوطنية بالصورة والتي تدفعهم نحو الظهور بالشكل المشرف وتحقيق النتائج المتميزة التي ترفع اسم وعلم مملكة البحرين في مختلف المحافل والبطولات الرياضية. بعدها تحدث سموه مع مستشار تطوير الرياضة المدرسية بوزارة التربية والتعليم حيث هنأه سموه بتعيينه في هذا المنصب ومتمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد. قد وجه سمو الشيخ خالد بن حمد إلى متابعة مشروع تطوير المناهج الرياضية بالمدارس وذلك بناء على التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة التنسيقية بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية والتعليم والمتعلقة بتطوير الرياضة المدرسية بما يحقق الأهداف والتطلعات التي رسمها سموه للنهوض بالرياضة في المدارس الحكومية والخاصة والتي تدفع لاكتشاف المزيد من المواهب والعناصر الرياضية المميزة لتكون رافدا لدعم الفرق والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية والذي ينعكس إيجابا على الارتقاء بالحركة الرياضية الوطنية ويساهم في تحقيقها لمزيد من النجاحات على المستوى المشاركات الخارجية والذي يعزز ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم كبير على المستوى الرياضي.